بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم وفد من المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، كنا في لقاء مع المندوب الشخصي الأمين العام المتحدة المكلف بغربي أفريقيا والساحل. كنا واضحين معه بأننا أحزاب سياسية، منظمات مدنية، نقابية، شخصيات نعمل من أجل الوحدة الوطنية ومن أجل الديمقراطية في هذا البلد. ليست عندنا مشكلة مع الحوار، وقد أعلناها مرات أننا مع الحوار، لكن بشرط أن يكون حوارا جادا، حوارا مسؤولا، حوارا يفضي إلى نتائج حقيقية لصالح التناوب الديمقراطي، لصالح الديمقراطية في هذا البلد. حينما تجتمع هذه الشروط، الشراكة في التحضير ووضوح النتائج المفترضة لهذا الحوار، نحن ليست عندنا مشكلة. مشكلتنا مع الحوارات الأحادية، مع الحوارات ذات الأجندة المسبقة، مع الحوارات التي تريد أن تحول مشكلة للنظام لا مشكلة للبلد. ولذلك كنا واضحين، ونعتقد أن الشركاء وخصوصا الأمم المتحدة كان تفهمهم واضحا لموقف المعارضة الديمقراطية الذي عبرنا عنه في هذا اللقاء.